هاش يا مولاي. اليوم كانت هناك محطة تنظيمية عادية، محطة تنظيمية تلقى الاتحاد المغربي للشغل، وفي الحقيقة جات محطة مفصلية للتعريف، ولكن الحمد لله تجاوزت مثل الإرادة العقلانية المناضلين الاتحاد المغربي للشغل، سواء يني قديما سواء يني جديد، باش إن شاء الله تستمر أزناري في الدعثة للاتحاد المغربي للشغل، تبارك مثل الإشعاع النس. منزير أنت تدافع في راجع نظام أخرى دبوي لونتون في التاريخ الأقليم في راجع نظام أخرى عند الإقليم تبدأ ترى أدوار لصالح الطبقة العاملة عموم الأجراء حلفاء الطبقة العاملة من الفئة الشعبية. إذا نمشي نرفعوا نتكايج مشكلة جديد شن دماء جديد ليس من نفس جديد أرفع إن شاء الله إقليم النخب نساهم كقوة نضالية كقوة اقتراحية ديال الإقليم وما نحققش التنمية الشاملة وما نعطي لها الخدمات وما ديال نعوض الحقوق زمان أطور إلى آخره ماشي ثبرات نستقبل زي موقعة نلقى بلي نمشي ثواها مفتوح إمارة طاقة المناظرة إمارة القوى الحية ثبرات يعني نمشي ثواها تعظم نمشي نواخذوا صراع نفسي أكحاد نعزو عند الحاد نيخ أنا من غاك حاد نيخ شن حاجة إنما منايا طبيعية ذي التنظيمات الحية طبيعية ذي تنظيمات الدعم لاتحاد المغربي للشغل أو من يخي القوة الوحيدة يتسمى بين مجموعة القوى المغنية يقدر لن يتدير الإقليم بدا ليس تجديد بدا ليس اختلاف والاختلاف من داخل الوحدة لان معروف المبدا الاتحاد المغربي للشغل انه تؤمن بالاختلاف من داخل الوحده او ثانيا نشي نتعامل مختلف الفاعلين ديال الاقليم من نقابيين زملائنا في النقابات الاخرى من سياسيين من اجهزه الدوله مع المصالح جميع المصالح العموميه والشبه العموميه والخاصه الى اخره. اذا نحن ناس حوار وناس تفاوض نتمنى ان شاء الله ان تحقق كامل امال ومطالب الطبقه العامله لا سيما التي تكلف بها الشيء الاقليم ميخ تنير التي تضع من اجلها القياده الوطنيه في المستوى المركزي. رحيم السلام عليكم. محمد الكرونين النائب الرابع للكاتب العام الاقليمي للاتحاد المغربي للشغل بالنظر. نهار عيش من مرحلة تاريخية لتاريخ المنظمة بشكل عام تغى ضروري أن يوقع عيش من التغيير بعد عيش المسار طويل وديش التاريخ يعني حافي نهار يوقع عيش من تجديد وضخ دماء جديدة للمنظمة الأفق يعني وضع الإهانات يغز ديوان سيسا غزال المكتب يتشكل سجن مجموعة من الشباب كما سجن الطموح محمد الطغير يجن مجموعة من الشباب يتوغى رأسا يعني يجن تاريخ نضالي كبير ويدفن يعني كمجرد مناضلين وقع أنه تكوين سن تدريب سن ممارسة سن بالعمل بالنظام مهارات في المرحلة الكبيرة لا بد لي سي نشاف بزاف هادو يعرفو بزاف هذا حاولنا نواجه التحديات تواجه المنطقة المغربية كمال بصفة عامة من جانب اجتماعي اقتصادي وفي نفس الوقت الشباب خاص يجي
أصبح مشروع طموح وهو أنه تجديد الهباء للمنظمة. حسن فوكو قيادة الاتحاد المغربي للشغل قيادة الجامعة الوطنية للتعليم اليوم كما كانت الجماهير الشعبية الناضورية وجميع المناضلات المناضلة ديال الاتحاد المغربي للشغل بكل قطاعاتها الوفية كانت في واحد المحطة تنظيمية 100% واللي فرزات الأهم اللي فرزات مجموعة من القيادات الشابة في مختلف القطاعات اللي تتناضل تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل فتفرز واحد المكتب نتمنى له التوفيق ونتمنى أنه يقدم مجموعة من الخدمات للطبقة العاملة هنا بإقليم الناضور ومجموعة من الخدمات لمختلف الجماهير الشعبية وأيضا يجيب على تساؤلات وانتظارات الشبيلة هنا بالإقليم وحنا تعهدنا لأننا شخصيا راني في المكتب المنتخب تعهدنا على أساس أنه لا يعني نردو توهج الاتحاد المغربي للشغل هنا على المستوى المحلي وأكيد أنه بالعزيمة والإرادة والنوايا الصادقة أكيد أنه النتائج غادي تبان في الميدان وتحية عالية مدرستي.